والنبي اوعي تقولي لي ان انا اللي قلت لي. ماشي ماشي، اما وريته ما بقاش انا. جت 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 ياسمين مأجرة منه الشقة دي الصبح ودفعت له أجرتها وبعتوه خليه ينكر بقى قدامي عشان أذبحه وأحطه في شنطة العربية، بس يرجع الفلوس اللي خدها ما دام السكنة فيها عوق كده. إحنا ياسمين يا ست، إحنا برضه المفروض اللي كان باشمهندس أحمد يدينا خبر برضه الأول. إيه ده بقى؟ وأنت تطلع مين إن شاء الله؟ إيه؟ وكل واحد يخليه في حاله يا إخوانا. وأنت يا أختي اطمني على سبع البرومبا بتاعك، لما تروحي هتلاقيه قاعد في البرومبا، ما تخافيش. ده انتوا عالم سوي. لا لا ست ياسمين، اوعى حد يجي. اهربي يا خطفت الرجال، اهربي. ايه يا ام اشرف بس الكلام ده؟ مالك يا مالكيش دعوه، والله العظيم مالكيش حق في الموضوع ده. تقول تجري، كان المفروض تتاكد من الكلام الاول. ايه ده؟ بس يا اخويا انت شايف شكلها عامل ازاي؟ ما كان يقول لنا من الاول ان هو مأجر من الباطن، مش عرفنا. لقمة بقى على مقاصر. شكرا يا استاذ. شكرا. بص بقى يا ستي، اسمحي لي يعني بعد ما سمعت قصتك دي وظروفك دي اعتبرك بنتي. مع حفظ المقامات طبعا. انت عارفه بقى انا لو بنتي جات لي بمشكلتك دي كنت هعمل ايه؟ كنت هاخدها من ايديها وروحها بيت جوزها، مع العلم ان انا عندي بيت، يعني بنتي مش هتبات في الشارع. فاسمحي لي دلوقتي ان انا اخدك من ايدك واروحك بيت جوزك. هو عايز يتجوز يتجوز، انما انت تعيشي مع اولادك في حضن عيالك في بيتك. ارجع له بعد ما قال لي هرجعك خافيه؟ ما هو عنده حق، انت يومين ثلاثه في وضعك ده مش هتعرفي ترجعي له حتى لو حافيه. قصدك ايه؟ أقصد إن أنا هاخدك دلوقتي أروحك بيت جوزي، هتقولي له إن أنا رجعت عشان مفيش مكان أقعد فيه غير بيت ولادي، وهو هيرجعك. أنت مش عارف رفعت، والله أنت ما عارفه، أنا عارفه أكتر. إيه رفعت رفعت رفعت؟ إيه راجل زي أي راجل، حر مش هيطيق على نفسه إن مراته تتبهدل في الشارع. خدي بالك، هو طلقك لا مؤاخذة رباية، كان مفكرك هترجعي له في نفس اليوم. انما انت بقى ركبت دماغك وعنتي. اسمعي كلامي، الرجوع النهارده احسن من بكره. احنا بينا نص الليل وانت مش عارفه هتروحي فين. اقسم بالله انا لو مش خايف من مراتي انا كنت خدتك بقيتي عندنا في البيت، بس انت عارفه بقى انا مش عايز العيال ياكلوني بمبار. يا استعبد والله انا اضرب جوزي وعارفه هيعمل ايه كويس قوي. جوزك شفتي؟ اهو لسه بتقولي عليه جوزك اهو، بالرغم من ان انتوا اتطلقتوا. اسمعي كلامي، هو كان مطلعك عشان يكسرك. انت روحي قولي له انا مش اتكسرت، انا اتدغدغت حتت، انا عايز اقعد في حضن عيالي. يلا يلا اتكل على الله، نهارك ابيض. خلي لي السندوتشات دي عندك بيناولها لي. واتشت